صباح الخير عليك يا جمانة، وعليك أحمد، وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. بالفعل احنا مكملين مع حضراتكم في المتابعة اليومية الصباحية وعلى مدار اليوم لما يحدث في أروقة مؤتمر الأطراف للمناخ. خلينا نتكلم عن أن مصر استطاعت في الأسبوع الأول اللي انتهى يوم أمس في هذه الفعاليات من تحقيق العديد من المكاسب، سواء على مستوى مصر أو على مستوى القارة الإفريقية، باعتبار مصر المتحدث أو الصوت لهذه القارة الإفريقية. استطاعت مصر أن تحصد العديد من خلال المبادرات التي أطلقت، من خلال التمويل الذي تم الإعلان عنه، من خلال بعض التعهدات التي صرح رؤساء الدول ورؤساء الحكومات المختلفة بالالتزام بها في هذه القمة، حيث وضعت مصر في هذه القمة تحت شعارها هو قمة التنفيذ. استطاعت مصر من خلال المبادرات التي أطلقت والأجندة التي حملت العديد من البنود التي وضعت لأول مرة، زي بند إزالة الكربون أو يوم إزالة الكربون، يوم التمويل، وبنود أيضا زي الخسائر والأضرار وغيرها. استطاعت مصر في خلال الفعاليات الخاصة بالأسبوع الأول تحقيق العديد من المكاسب والإشادات الدولية اللي تابعناها في مختلف الأصعدة. خليني أتكلم معك يا جمانة ومع مشاهدينا عن اليوم النهاردة. اليوم النهاردة هو يوم يعتبر عطلة بشكل كبير، وده يعني هيتيح الفرصة للمشاركين من الوفود والدول الاستمتاع بجو مدينة شرم الشيخ، يعني التفقد للمقاصد السياحية والقيام ببعض الجولات. يمكن الجو في مدينة شرم الشيخ في الوقت الحالي هو مشمس ولطيف جدا، ويعني يمكن من خلاله القيام بالعديد من الأنشطة والاستمتاع داخل هذه المدينة. ولكن عندنا بعض الفعاليات اللي هتتم بشكل جماهيري، زي افتتاح او فتح المنطقة الخضراء او حديقة السلام تحديدا للجمهور بدون اي تسجيل. حديقة السلام او المنطقة الخضراء القاعات ستكون مغلقة، واللي موجود فيها اجنحة الوزارات وغيرها من الفعاليات اللي بتقام يعني على هامش المنطقة الزرقاء، ولكن سيتم فتح هذه الحديقة للجمهور للاستمتاع بالمناطق الترفيهية الموجودة، المجسمات وكل ما هو صديق للبيئة موجود داخل هذه المنطقة أو هذه الحديقة. أيضا بعض الأنشطة الثقافية اللي بتقام من السادسة مساء، بعض الحفلات الغنائية، الفلكلور الشعبي، والبرنامج الخاص بوزارة الثقافة اللي بيتم تنفيذه في هذه الحديقة يوميا وحتى انتهاء هذه الفعاليات. خليني أقول لك أن النهاردة في فعالية مهمة جدا، وهو أعمال المؤتمر البرلماني العالمي، واللي هيكون فيه وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، وده منظم من قبل مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، وهيكون في نقاشات حول ظاهرة تغير المناخ، هيكون في وعود وآليات تشريعية يمكن تنفيذها بعد طبعا مناقشات هذه الظواهر للخروج ببعض التشريعات اللي يمكن من خلالها حماية العالم من ظاهرة التغيرات المناخية، ومن أيضا الاحتباس الحراري وغيرها من الظواهر اللي بيتم مناقشتها على مدار هذا المؤتمر. أيضا سيتم إطلاق حملة وهي برلمانات من أجل المناخ، واللي هيتم فيها الخروج ببعض التوصيات بترفع إلى المنطقة الزرقاء وبترفع إلى الحكومات من قبل الجهات التشريعية المشاركة في هذه الفعالية التي ستتم اليوم. أيضا سيكون هناك بعض المسيرات اللي هتنطلق وتجوب شوارع المدينة، وهي مسيرات من بعض المنظمات المهتمة بالمناخ لحث المواطنين وحث وتوجيه رسالة إلى شعوب العالم بضرورة أن يكون الإنسان واعي وضرورة التصدي لهذه الظاهرة من قبل الإنسان ومن قبل المواطنين، إضافة إلى الجهود التي تتم على مستوى الحكومي والرئاسي. يمكن دي نظرة سريعة جمانة وأحمد ومشاهدينا الكرام عن ما يتم هذا اليوم. وبعد غد سيتم أيضا بدء الفعاليات الرسمية مرة أخرى في المنطقتين الزرقاء والخضراء.